بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شغل الطماط ما شاء الله بيه. الزراعة المائية السمكية وسط الدود. شنو أقصد وسط الدود؟ يعني الدود موجود متربي داخل البايبات هذه، دود الريد وجلاب. حاط لهم آخر البايب كومبوست، حاط الدود فيه. لاحظت ما شاء الله يقبلون على السماد الطحالب بشكل طيب. يعني حشوف حطيت لهم هذا السماد الطحالب من 4 أيام، الحين شوفوا الدود الصغار موجودين بوسطه من غير غسيل، وهو ملح ورملة من غير غسيل كتجربة. شوف ما شاء الله مقبلين عليه. هذا شكل الحوض مالنا. طبعا النباتات المائية هذه تتكاثر تخس الماء. زارع الورد، جميع تقريبا الأصناف اللي أبيها. الورد اللي يسبب لي حشرات ومشاكل استبعده، يعني كل الموضوع هذا صار الحين السنة الثانية أو الثالثة قاعد أجرب بأنواع أصناف الورد اللي ما فيها مشاكل من حيث العنكبوت والحشرات، فقاعد أستبعد الكثير وقاعد أخلي الورد اللي يتحمل معي. طماط الشيري اللي في الأرض تربة تسميدها كامل بسماد الدود، الدود عايش هنا على طول. إنتاجها ما شاء الله لا بأس فيه. هني طبعا بدون تقليم، هني بدون تقليم. هذيلا قلمتهم، شددتهم، بس بعدين هديتهم. الطماط ما شاء الله جيد. هذا ما ادري ايش يسمونه، ما شاء الله صار عملاق، يعني ما تحصله بالسوق بالحجم هذا. الكرفس، الكرفس والشبنت ناجح، خضروات، البقدونس ناجح، الطماط الكبير يبي له اعتقد املاح، مو ناجح 100%. اما الطماط الشيري ما شاء الله لا، نسبة نجاحها فوق 90%.